مشان هيك ما في. من ناحية إنه صعبة صعبة، بس الواحد شو بده يعمل؟ بده يتحمل يعني، وأصلا إحنا لسه جديد دخلنا على الصيف، فإجباري هذا يكون الجو حامي. وأول رمضان أصلا أول 15 يوم كانوا براد، يعني الوضع عادي هسه أحسن. يعني الأيام الجاي إلا ما يحمل جو، معروفة هذا، بس الحمد لله يعني نتحمل هذا الإشي. اليوم نظرتنا إلى المزارعين اللي فيها موجة الحر كان عليهم هذاك الأثر بهذاك الضرر، فيما لو ما تداركت الدولة هيك ودعمتهم بالماء.